السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بياكم أم محمد في حلقة جديدة للأكلات الهندية الشهيرة. اليوم أقدم لكم طريقة عمل وجبة خفيفة بالموز الهندي، وهي عبارة عن محشي الموز الهندي. وكما تعلمون أن الموز الهندي غني بالفيتامينات والألياف الطبيعية وقليل السعرات الحرارية. إن شاء الله سوف أعرفكم على نوعين من الحشوة. يلا نشوف طريقة التحضير.